مرحبا مشاهدينا، نبدأ اليوم معكم مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت من على شاشة العراقية الرياضية. اليوم جريدة ونت في كل مرة فيها الكثير من الأخبار في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، وأيضا أخبار السوشيال ميديا وخاصة المحلية منها، ولا ننسى المحطة العالمية فيها كل الأخبار الرياضية. كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ حلقة اليوم بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. البداية مع الصباح أيضا. في هذه النسخة من الصباح مجموعة من العناوين نبدأها بهذا العنوان: غدا منتخبنا الوطني يواجه زامبيا في بغداد. اختبار صعب لطائرة الشرطة أمام الجيش. اليوم اختتام بطولة العرب للشباب والناشئين بالشطرنج. مساع جادة لإعادة النظر بقرار نقل مباراة الإمارات. بعنوان آخر وأخير، لجنة كأس اتحاد الخليج تعاود زيارة البصرة. انتهت هذه النسخة من الصباح إلى النسخة الثانية منها أيضا مشاهدينا. في هذه النسخة من الصباح هذه العناوين: مباراة زامبيا، الفائدة الفنية وتحديات نجاح الاستضافة. كربلاء يرفض ملاقاة الناصرية في الملعب الدولي. اليوم انطلاق منافسات عروس الألعاب في بغداد. هنا أيضا إقامة منافسات العراق للفيزيك والكلاسيك. إيران تحتضن معسكرا لوطني الصالات. انتهت هذه النسخة من الصباح إلى النسخة الثالثة منها مشاهدينا. هذه المرة العناوين عالمية في هذه النسخة من الصباح: برشلونة وإشبيليا يبحثان عن بلوغ ربع نهائي اليوروبا ليج. فيريس تابن يبدأ منافساته بمواجهة هاميلتون. إيريفينغ يقود نتس لانتصار جديد في الـ NPA. وهنا أيضا بادوسا تواصل حملة الدفاع عن لقب إنديان ويلز. انتهت تماما الصباح معنا، ننتقل الآن إلى صحيفة محلية أخرى مشاهدينا، وهي صحيفة المدى كما تشاهدون، وفي هذه النسخة منها مجموعة من العناوين نقرأها سوية. زعامة الصالات إنجاز مميز ونترقب التوقيع الأبوي من وزير النفط. هذا ما تحدث به نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم بعيوي. تنفيذ كأس الخليج يحسم ملف البصرة في حزيران. الفشل يصاحب رونالدو في دوري الأبطال. هنا أيضا اختتام بطولة الشطرنج العربي بنتائج مذهلة. كانت هذه المدى مشاهدينا، لازلنا مع الصحف المحلية والعناوين فيها. ننتقل الآن إلى الزمان وفي ملحقها الرياضي. الوطني يواجه زامبيا تجريبياً وخروج مر للزوراء أمام الشارقة. معدات تقنية الفيديو تصل ملعب الحبيبية.
هنا أيضا زاخو تتفوق على الحاجد والحلة، تجتاز الكهرباء بدوري السلة. عنوان آخر عن جسام، الكرة العراقية تسير نحو الانهيار وحلولنا للمنتخب ترقيعية. فيرستابن الأسرع في التجارب المسائية بسباق الفورمولا. كانت هذه الزمان إلى الدستور مباشرة مشاهدينا. في الدستور والنسخة الأولى منها، نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، الفيفا يسرق حق العراق، قرار مفاجئ للفيفا، الشارقة يفوز على النوارس بمساعدة الحكم، الزوراء يغادر آسيا بمباراة غريبة، الحكم يذبح النوارس، أوديشو كنا نستحق الفوز. وهنا أيضا عبد الأمير، قدمنا مباراة جيدة، القرار يصدم الشارع العراقي، غضب رياضي من نقل مباراة منتخبنا. هذه النسخة الأولى من الدستور. إلى النسخة الثانية مشاهدينا، طرد ظالم للحارس جلال حسن، ركلات الحظ الترجيحية تقصي الزوراء من ملحق دوري أبطال آسيا، حسابات معقدة لحسم المركز الثالث بين الإمارات ولبنان، ثلاثة حراس يذودون عن الزوراء أمام الشارقة. وهنا أيضا بهذا العنوان، نبيل زكي، الأسود جاهزون لتخطي الإمارات. كانت هذه الدستور في النسخة الثانية مشاهدينا. إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الحقيقة. في النسخة الأولى من الحقيقة، غدا منتخبنا الوطني يلاعب منتخب زامبيا وديا، الزوراء يخسر من الشارقة الإماراتي بقرار ظالم من الحكم الكوري، معدات تقنية فار تصل إلى ملعب المدينة الدولي، في مباراتين مثيرتين بدوري السلة، الحلة يتغلب على الكهرباء بصعوبة، وزاخو يتفوق على الحاجد الشعبي. هذه الحقيقة في النسخة الأولى. إلى الحقيقة في النسخة الثانية مشاهدينا، في الحقيقة هذه المرة العناوين عالمية. نبدأها بالصباح، يعلن عدم رغبته خوض انتخابات الرياضي أراميكس، رونالدينيو، ميسي غير قابل للتشكيك، وهذه أمنيتي لبرشلونة، إيستر يطيح بشفر تزمان من إنديان ويلز، أتلتيكو يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال. انتهت الحقيقة تماما معنا. إلى آخر الصحف وآخر العناوين، هي الصباح الجديد مشاهدينا، لنقرأ سوية. أرض محايدة تضيف مباراة العراق والإمارات بقرار الفيفا، قوى البارالمبية يعزز رصيد الأوسمة في بطولة الشارقة، تأهيل ملعبي علي حسين وعلي كاظم،
اليوم اختتام بطولة العرب للشباب والناشئين بالشطرنج. الملاكمة يتوج بأربعة أوسمة برونزية آسيويا. وهنا الدكتور موسى جواد شعارنا الارتقاء برياضة الفن النبيل. انتهت قراءة العناوين في الصحف المحلية، نبقى معها لكن في جزء المقالات بعد الفاصل مشاهدينا. اهلا مشاهدينا، نكمل معكم ما تبقى من مشوار جريدة وننتقل الان الى المقالات. هذا المقال معي لصحيفة الدستور كما تشاهدون، للكاتبة الصحفية الرياضية رؤى الشمري، ومقالها بعنوان قرار ظالم من الفيفا. نقرأ سوية تفاصيل المقال. جميعنا فرحنا صغارا وكبارا عند سماع خبر عودة خوض منتخباتنا الوطنية المباراة الرسمية على أراضينا بقرار من الاتحاد الدولي في مباراة الإمارات في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022. بالرغم من تأخر القرار كثيرا، حينها قلنا جميعا أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، فنسينا الظلم السابق الذي تعرض إليه العراق، ولكن هذه المرة كانت الفرحة قصيرة جدا. فسرعان ما أصدر الاتحاد الدولي قرارا بنقل مباراتنا أمام المنتخب الإماراتي إلى أرض محايدة بسبب القصف الإيراني على محافظة أربيل التي تبعد عن بغداد بمسافة 359 كيلومتر، متجاوزا جميع الدول التي تتعرض إلى عنف وعدم استقرار أمني، ومتربصا لوضع العراق حتى يعثر له على مخالفة بسيطة فيحسب قراره المؤقت الذي أصدره وهو يعلم بإمكانية إلغاء القرار في أي لحظة، خصوصا أننا نملك حكومة جعلت البلد من أسوأ البلدان، وهذا سبب تراجعنا في كل المجالات. بالمقابل نشاهد الدول تتعرض للكثير من الفوضى وعدم الأمان، ولا يحرك الاتحاد الدولي ساكنا ويصدر قرارات حرمان ومنع تجاهها بسبب قوة حكوماتها. فهل تطبق القوانين والقرارات على البعض والبعض الآخر؟ لا. فكيف سمح الاتحاد الدولي بإقامة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني والمنتخب الزامبي الذي وصل إلى بغداد في اليوم نفسه الذي أصدر الاتحاد الدولي قراره؟ وستقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد يوم الجمعة، فهل قوانين السلامة تشمل البعض والبعض الآخر لا تطبق عليهم؟ ومن جهة أخرى، من المسؤول الآن عن كمية الخسارة التي حصلت جراء استيراد مواد باهظة الثمن من قبل الشركات المنظمة للمباراة استعدادا وتحضيرا لإقامتها على ملعب المدينة، والتحضيرات التي بدأت من أول يوم من قبل الجميع؟ فهل سيكون هناك موقف صارم أم سيبقى الوضع على ما هو عليه دائما؟ مشاهدينا، انتهت المقالات، ننتقل الآن إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأخبار المحلية تقريبا. نبدأها بأول بوست معنا للصفحة لصدى الكرة العراقية. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتباحث حول القرار المجحف بحق العراق بنقل مباراته مع الإمارات وإمكانية اتخاذ موقف حكومي قوي. انتهى هذا البوست، ننتقل إلى آخر أيضا عن الاتحاد العراقي لكرة القدم. هذه المرة التقى وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال وأيضا النائب الثاني مشرف المنتخب يونس محمود وأيضا الأمين العام محمد فرحان وأعضاء الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر وفراس بحر العلوم وأحمد الموسوي وكوفيند عبد الخالق ووفد المنتخب الوطني. وكان هذا اللقاء بعد نهاية التمرينات التي أقيمت بملعب الزوراء. قال درجال أن العراق تعرض للظلم بقرار الاتحاد الدولي والآسيوي، وأيضا علينا إنجاح مباراة زامبيا كونها تحمل رسالة مهمة إلى العالم، ويستوجب علينا من اللاعبين الانضباط في الملعب بأعلى مستوى من أجل عكس صورة إيجابية عن قدرة العراق على استضافة المباريات الدولية. انتهى هذا البوست، ننتقل إلى آخر. أيضا على نفس الخط نتحدث على نفس الأخبار، الاتحاد العراقي لكرة القدم هذه المرة جمهورنا يستنكر قرار الفيفا أثناء تدريبات المنتخب الوطني. شهدت تدريبات المنتخب الوطني التي أقيمت يوم الأربعاء في ملعب الزوراء حضورا جماهيريا كبيرا احتجاجا على قرار الاتحادين الدولي والآسيوي. وأيضا من المؤمل أن يلتحق غدا بوفد المنتخب الوطني لاعبو فريق الزوراء وهم جلال حسن وسعد عبد الأمير وعباس قاسم ومباشرتهم بتدريبات المنتخب الوطني. أيضا هنالك تحضيرات لأسود الرافدين، ومشيرا إلى أن الروح المعنوية للاعبين عالية جدا وأننا معتادون على اللعب خارج أرضنا، في إشارة منه إلى قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني والإمارات وعدم اللعب على أرضه وبين جمهوره. نستمر أكثر ونتواصل، لازلنا بأخبار السوشيال ميديا مشاهدينا. شبكة فيفا سبورت أيضا نشرت هذا الخبر مشاهدينا. عدنان درجال، قرار نقل مباراة العراق إلى الخارج صادم، وعلى الإمارات أن يكون موقفها واضح وتطلب اللعب وتطلب اللعب في بغداد. نعم مشاهدينا نستمر أكثر ولازلنا بأخبار السوشيال ميديا. موقع وين وين أيضا تحدث بنفس الخط، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وأيضا رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم دعمه الكامل لاستضافة العراق منافسات خليج 25 المقبلة، وذلك خلال ترأس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد الأربعاء ب 16 مارس في العاصمة القطرية الدوحة. وأيضا تعليقا على التساؤلات التي طرحت مؤخرا إثر زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي للكويت لتفقد منشآتها الرياضية، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إنها زيارة روتينية تتم دائما قبل أي بطولة لتفقد منشآت الدولة المضيفة وأيضا منشآت الدولة البديلة. ننتهي من هذا الخبر وننتقل إلى آخر، موقع المحترفين مشاهدينا نشر أيضا هذا البوست. الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي يتحدث، زيارة اللجنة التفقدية لخليج 25 للكويت أمر روتيني ولا علاقة له بنقل البطولة من العراق.
سنزور العراق الجمعة المقبلة مع أمنياتنا أن تكون البصرة جاهزة. القرار النهائي بشأن تحديد مستضيف البطولة سيتخذ قبل 30 يونيو المقبل. نستمر أكثر وأخبار السوشيال ميديا. مدرب المنتخب الزامبي أيضا تحدث بهذا البوست. بغداد مدينة آمنة وأستغرب قرار الفيفا. حيث خاض منتخب زامبيا أولى وحداته التدريبية في ملعب الشعب الدولي تحضيرا لمواجهة منتخبنا الوطني وديا في ملعب المدينة يوم الجمعة المقبل. قال مدرب المنتخب الزامبي الكرواتي إلوشوا أسانوفيتش: أنا سعيد بتواجدي في العاصمة بغداد ونقدر الدعوة التي تلقيناها من الاتحاد العراقي، لافتا إلى أن الأجواء طيبة ومثالية في العاصمة بغداد على خلاف ما يشاع في الإعلام، حيث تجولنا في شوارع بغداد وجلسنا في المقاهي وكان العراقيون لطفاء جدا معنا وكرماء بحسن الاستقبال أينما تواجدنا. أيضا في أخبار السوشيال ميديا، معرض الكرة العراقية مشاهدينا أيضا جاء في هذا البوست. كتاب الفيفا كلف العراق 250 ألف دولار. أنفق الاتحاد العراقي لكرة القدم على تحضيرات مباراة الإمارات لغاية الآن ما يقارب 250 ألف دولار، والمباراة تم نقلها إلى أرض محايدة. لاعبو المنتخب غاضبون من قرار الفيفا ويعتقدون أن لا شيء يطفئ نيران الجماهير العراقية سوى الفوز على الإمارات وسوريا. نعم مشاهدينا، نستمر أكثر بأخبار السوشيال ميديا. معي الآن بوست آخر أمجد عطوان يتحدث به. أمجد عطوان: سيكون ردنا في الملعب على قرارات الفيفا المجحفة بحق العراق. لم أكن متفاجئا بخصوص قرار الاتحادين الدولي والآسيوي بحق العراق، فغالبا ما اعتدنا على هذه القرارات المجحفة تجاه العراق، لكننا كلاعبين سيكون لنا رد في المباراة ضد منتخب الإمارات ونتمنى دعم الجمهور والإعلام، وسنقاتل من أجل تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وستكون بالنسبة لنا مباراة حياة أو موت. مشاهدينا أيضا، عماد محمد نشر: بالروح والحب والعمل نبنيك يا وطن، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الدولي، كفاكم ظلما للعراق، نستحق الحياة. نعم مشاهدينا، نستمر أكثر وأيضا معي بوست آخر، هو شبكة الكرة العراقية. مدرب منتخب العراق للجودو التونسي أنيس لوينيفي يقف رفقة الجماهير العراقية مستنكرا قرار نقل مباراة العراق والإمارات. أيضا أخبار كثيرة. عدنان حمد أيضا نشر: الكيل بمكيالين، مو غريبة ومتوقعة. أيضا نشر بما يخص هذا القرار حيث نقل مباراة منتخب العراق ومنتخب الإمارات إلى أرض محايدة.
المعلق محمد السعدي أيضا نشر بهذا الخصوص. كذا كفاية والله كفاية اللي صاير على العراق والعراقيين، ظلم كبير. درست الدنيا وتحقيقات ولجان وتقديرات عشان تمنحهم حقهم يلعبون ملعبهم بعد 20 سنة، وفي ظرف 3 أيام وبدون تفتيش وبدون سؤال عاقبتهم وانتزعت حقهم وكأنك كنت متلكك من الأول. القصف اللي حصل في أربيل حصل في العديد من الأقطار والمجاورة والتي ما زالت تستضيف كرة القدم، وبعد ملاعبها من عن مكان وبعد ملاعبها عن مكان القصف أقل بأضعاف أضعاف المسافة بين بغداد وأربيل، كافي تلاعب بمشاعر الناس. بهذه الصورة كل ساقي سيسقى بما سقي ثم يصاب كل ظالم بما ظلم، لا تحزن يا عراق أن ربك عادل، سرقوا ابتسامتنا في وضح النهار. في السوشيال ميديا مشاهدينا آخر بوست معي عن المنتخب الأولمبي هذه المرة. يواصل المنتخب الأولمبي دون 23 عاما تدريباته يوم الأربعاء في ملعب الشعب الدولي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. وقادت تدريبات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب ميروسلاف سكوب وملاكه المساعد وبحضور مشرف المنتخب عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عربي. مشاهدينا انتهت كل أخبار السوشيال ميديا، نترك كل الأخبار المحلية ننتقل إلى العالمية بعد الفاصل. إلى العالمية مباشرة ونبدأها بالصحف. صحيفة ماركا معي الآن مشاهدينا، وجاء فيها الماركا تعنون بعد تأهل فياريال على حساب يوفانتوس سلطة فياريال. إلى لاغازيتا ديلو سبورت مشاهدينا، يوفانتوس يا له من أحمق، لقد أخذوا 3 على أرضهم من فياريال وخرجوا من دوري أبطال أوروبا. موقع كرة أونلاين، تشيلسي بطل أوروبا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى ليل الفرنسي ليتأهل إلى ربع النهائي. نعم مشاهدينا، هذه صورة للمتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا. نعم مشاهدينا، موقع جول عربية أيضا جاء في هذا الخبر، رونالدينيو ميسي لا يمر بأفضل حالاته حاليا لكنه سيفوز قريبا بالألقاب مع باريس سان جيرمان. من الصعب التشكيك في قدرات ليو، هو أفضل لاعب في العالم. آخر ما لدينا هي صحيفة داسان مشاهدين، لنقرأ ما فيها. منزل بول بوغبا تعرض للسطو خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد بينما كان أطفاله نائمين.
مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة وشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين داخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.